أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه، وجزي عنا خير ما جزيت رسولا عن رسالته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أو في هذه الجلسة الربانية أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى سنجلس ضيوفا على روضة من رياض الجنة، روضة فيها من الخير وفيها من النور وفيها من الطيب بريح المسك. هذه الروضة هي روضة التوبة، التوبة أحبتي الكرام التي نحن في حاجة لها كل ساعة بل كل دقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابة الكرام لما أخبرهم بأنه يستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، قالوا: أتستغفر الله يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي الكرام يضرب لنا مثل ويأتينا بقصص في باب التوبة، سندخله بابا منها إن شاء الله تعالى بعد قليل، ولكن نبدأ بما قال الحق سبحانه في باب التوبة وما اصطلح عليه عند العلماء بأرجى آية في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا قد يسأل سائل: حتى لمن أشرك بالله هل يغفر الله له؟ نعم أخي الكريم أختي الكريمة، يغفر الله الذنوب جميعا بتصديق لآية كتاب الله عز وجل: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنسان يخلص النية مع الله سبحانه وتعالى. والعلماء أتوا بشروط لاستيفاء ولنستوفي شروط التوبة النصوح. يقولون أولا الندم، بسلام يقول الندم توبة، تندم على ما أتيت به من ذنوب، تندم على ما كنت فيه من تفريط في حق الله، تندم على ما كنت فيه من تصرف لا يليق مع والديك مع جيرانك مع نفسك. الندم توبة. ثم الإقلاع، تقلع عن الذنب الذي أنت فيه. ثم عدم الرجوع إليه، تقر في نفسك وتلتزم، بل نفسك تضيق كما قال الحق سبحانه وتعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ولم يجدوا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظروا ماذا قال الحق سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله سبحانه وتعالى لما ينظر إلى قلبك وهو أعلم بك ينظر إلى توبتك، فهو يعينك عليها. ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا. قلنا الندم والإقلاع وعدم الرجوع. ويزيد العلماء شرطا آخر لاستيفاء شروط التوبة: أن ترجع المظلمة إلى أهلها، فلا تأخذ رزق أحد وتقول إني تبت، فلا توبة لك إلا أن ترجع المظلمة إلى أصحابها. التوبة أحبتي الكرام هي باب مفتوح فتحه الله سبحانه وتعالى في جوف الليل،
فالحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. فتوبوا إلى الله أحبتي الكرام ونرجع ونحيي النية مع الله سبحانه وتعالى في باب التوبة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.